أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي كتب على عباده الموت والفناء وتفرد سبحانه بالحياء والبقاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اعلموا أن هذه الحياة أنفاس معدودة في أماكن محددة بأجال معلومة وأرزاق مقسمة قال الله تعالى جل وعلا وما يؤمر من مؤمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب فاعلم عباد الله إنه لن يؤمر أحد على وجه هذه الأرض فكم من أمم عاشت مئات السنين على هذه الأرض فأينهم وأين أجدادنا لقد ماتوا وانقضت أعمارهم فالأعمار عباد الله محدودة عند الله تعالى الموت باب وكل ناس داخل يا ليت شعري ما بعد الموت ما الدار الدار جنة خلد إن عملت بما يرضي الإله وإن قصرت فالنار هما محلان ما للناس غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت تختار النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنه إلا التي كان قبل الموت بانيها إن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها عباد الله فاعلموا يا رئاكم الله أن الموت مهلك العباد ومهوش البلاد وميتم الأولاد ومذل الجبابرة الشداد لا يعرف الصغير ولا يميز بين الوادي والوزير ولا الغني والفقير عباد الله واعلم أن الموت هو مفارقة الروح والجسد وإنه انتقال من حال إلى حال ومن دار إلى دار ولقد سمى الله تعالى الموت في كتابه بمصيبة كما قال جل في أولى إذا أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت نعم الموت عباد الله مصيبة لكن المصيبة الأعظم هي الغفلة عن الموت ألم تذكر الموت وعدم الاستعداد للموت عباد الله لقد أوأدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموئزة من أبلق مواعظ تلين القلوب وتدعو إلى المحاسبة وتذكرنا بالآخرة فقال صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات وفي رواية من هادم اللذات عباد الله نعم أيها الغالي يوم غفلنا عن الموت وسكرات والقبر وظلمات والسؤال وشدة ويوم القيامة وقربة والصراط وهدة يوم غفلنا عن هذه الأشياء قست القلوب وظهر الفساد في البر والبحر فاعلم عباد الله إن من كان للموت ذاكرة
كان للموت مستعدا. قال أبو علي الدقاق رحمه الله تعالى: من أكثر من ذكر الموت أكرم الله تعالى بثلاث: أكرم بتعجيل التوبة، ونشاط في العبادة، وقناعة في القلب. ومن نسي عن الموت أوقب بثلاث: تصويب في التوبة، وكسل في العبادة، وعدم القناعة في القلب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. وإلا تيغنا سبحانه، وإلا مامنا، وإلا تيغنا جل وعلا الله تعالى مغلقا لي نا واجب دي يمكن تسوكما ننتي يمكن تسوك دونينا اللي بنا دونا برانتا غنغو والله كو تاير ننغا ساقني أنغا كلا أنغا نيرني دوني أني كتو ني أنغا نيتل غلي أنكم كتو باني أي أنغا نيرني دوني كو تابي أسوني غلي انتنياني ويقين جيدي ورمن جيدي وكلون جيدي أسوسو انتغان كندي سنقني اللي نيك دوني قانغا نيساقني كو تابي دروغتو أنغا نيغلي انتنان تاقي anni kuntugo sonko kan kelli dunande sonko an sagante golli sireme nyammara ande woranya genga gelli angeme kara ande sonko nyantagene Allah ganno kisine wa tafarrada subhanahu bil baqa alla bani bani andumene wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allahu ta'ala bani andumene Allah begante kala subhanal hayy alladhi la yamut al insu wal jinnu yamutun jinna de hadama su kala ya كل من عليها فان اسوا تغني نيمي فونا اسوا ليني تنكو انت نغدنا يمي نينو نهار ابدا كي بيغا فوسيرو نو هذا مرمي كلك كاني تاو انا سيريا كن الله باني انينو تومو بيتي كمن انت يا بيتي يمو نفانا ابيتي مبلا غونغو تورونو اكن الله باني فل سبحانه انا سيري انت محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه adi sahabani Allah gan ne kisenya ni sukama ona sere abane Allah ndenya khayfare na khaykati motoni ndam mansua ona Allah nyaga gan ne kisere ne manyana kama adi sere suga ya khero annabiya mawundi en kota Allah gan no sukapa annabi jamanga kendangi en palle len ko ga diga munu kebe kama kenya toni nanti kalle kallembe ga fofo suwa toni landini ke kalle gana ro fofo suwa antara toko imogonga ambe gani direne duna nanti na buri gumenyananga kalle ke ganari intagan na buru guma gum kongo inan kulli nanti fure nyananga ambe gani direne nanti ya garin churu nyani maga kalle ke ganari intaga kun kongo inan kire nanti fure ambe gani vila horon sigindini ambe gani ngidi men katare ime bulininga angana kara inan ka ke gilli nanti bade nyani nonga itini bade la nyai intagan to kongo kake angire ya garu beni kof meti kena bure angana kara inta atina nyako itni furujan tonyani angire kuru mu beni kof meizina duna biranta gukiani yunkin gebo anga bane itni allum hunda ale ati meninya anto ombe ga sukama anna bure inati khay ma gantallum inati khay inta atini ke katina bure nyani ina kulli nanti khaynya kallilla de fo fo sutoni landi ke kallani la halan su yillandini an qawa qurun kunu ona ke kalle kani tagu ibadallah ona tunanti oga biranta gu be duna fanka ngaqe wani ajatan tenyani Allahu ta'ala maga anfasun ma'duda oga fanke be futununa wara akuntin tenyani Allah bangi agana kinye kotasu ange kem futunu ankara kota ngana kinye ampan ko ngana nyeme dunai angana ila hala sancha ka kundunya anken taga yonkene anken taga gilli anga birene kallen qayrini wati yane wati betu intengeli arjugunya nenonga arjige balla gedi tagandi sire sunte kala lan tamuta nafsun hatta tastakmilu rizqaha wa tastawfa ajalaha aw kama qala almustafa sallallahu alayhi wa sallam yonki sunte kala anga arjige be kitanga yigana mangande ga fallan nari sogo anga wibe birena mangande kem wibira والله كلنتني ناتوتي سنتيم بالي تو غما دوني انغا توكون اني ما كيتا كوتا بان قال يا فتي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ان الله تعالى مما تغندني
oku hare marum imani me bonondini kem palle Allah de tagandi gelange meri duna anga qalsi nga qesu kita anga golle sude berni asafante nyane Allah ta'ala maga jalla wa ala kenyani Allah dali nanti yonki suntonga iga wiin putunu na wi gilen kinanga walma ina yogo wi lohondi asune kitabe nya igede safa nan samalli en kane dunai anken nalita annalli Allah butu annan to Allah nya meri kanen nonga subhanahu wa ta'ala an quran kedan ken sura nanti kebiranta hube ogaye onte torina nonga o meri duna nan to nalli dume duna nonga kem minal umam yimmutum gebe nya dangi ire wingebe nya birake dunai wa fir'aun wa qaum nuh min qabl innahum kanu hum adlama wa atqa wal mu'tafikatu ahwa faghashaha ma ghasha فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى والله تفوسو غدانغي اسورين اندانغا برحتاريات الله يانيا ادانغانتينغو امينينونغا فرعوناري انتينغو امينينونغا نوح سرولي انتينغو امينينونغا وهكذا اوغدانين كوندوي خوي غدانغي موغوبي اوغارني سوغنانكارا خوي خاغي سوغنانكارا موغوبي ارني سوغوغا كامايا نانسالو كاما صلاه بلا ركوع ولا سجود عباد الله ارني سالو كاما سالي بيغانيانو كاما قرينغوراغي انتي اقام انتي اذان انتي سالك ركوع انتي سجود انتي ان يفيسقا انتي تنتي والله لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الموت باب وكلنا صداق كلك فلق أسرنا باني 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 سواء رديت أم عبيت أن دنيو أم براو كلك فلق اللون أن دنجني كلك لقنا أن غرغ من يتن أن دنيو أم براو أنك غرغ باني أن تمي كلك أدنيني أن تنت لا دار للمرء بعد الموت يسكنه إلا التي كان قبل الموت بانيها إن بناها بخير طاب مسكنه كاتس رسوم على قيام أن كوتا أن غتا غنكاري أن يمجد كابي كل نور دكانه من كن يعني أعصية مدها الله جل وعلا في القرآن آيات تتلى إلى يوم القيامة وامرأة فرعون ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين الله تعالى نكن يتلقود ما إغني كيف وردك لكم منه أني مكا تدنتي اللونو كنيي أرجلنا يعني قل لنا نانيا قل لي بورنيي يمبن كنيني القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أو النيران قبر نانا أندنا كايا يقل لي أرجلنا ورلقو mana nyandanga yimbingele gelli jahannaba gedim kummenga golli sire golli bure ibe gana sire ndeberi fal yahmadillah angana bure ndeberi fala yalumanna ahadan illa ala nafsi ma sire sujelegi anna amdu ya jelegi arsalallahu rusula wa anzala alkutuba alla de kitabu nyankandi ale khayfaru na ke kota nanti ona kane tawu kingeni la harapota nga ibadallah imutuni bege dangide wujunu sinumbira kake wuyi gile sumeri nafa iri sohunankara ili khasiti kasan Kenya nandigi sogondi khoyga ninkeran kenju siti mogobe nandogo sogondi ni palle koy fa alam anna al mauta anna tukallenya ne fofo sunyamana kallenya ne debenya na kajonga kallenya ne yagunya na furujan tonga kallenya ne dumununya na adati meninga kuni ke kalle ante khirise de demine bakame ke kalle nte banna de miskina bakame ke kalle wintonga nanti ke winga qiyani ngana kinyanga kalla كل كرينا وغتسو إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر سرسو سالنجي كن يكوتابي الليني أنغا كلا ملك الموت الذي وكل لكم في سورة سجرة ابن كثير يكون ملك الموت بيغا غيون كلاغنا كوتا سبايا نمبايني تانيروا فاين دي تاسو أغنسيكا ندوا أغنسوبي نتدوا أيوغا أغنسيكي أغناني هادو هادو كنا بونامغا والمغرا أغناني جيغامينا كوتانا anda ya honyangum afa indi talegere nge khana nga kotasu aga nan siginte nyani ansaqa anga kala aga nan nyuru fonya an khanna nga kala aga nan nyangare gene ya mangi sallinya aga nan ila halasu antantirindi nanti ampereba bauni kalle dini katti gai bautatan tarni khaju ya ibadallah ona tunanti kalle nyani yumkin de fetenga serene bakame ya honya nge ruhu nga gasigine katika munga wal tafati saqu bisaqi إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى
yom kingere bakken jopa kutani bege ni terne dunay keta ya faiserene me keta igame walla keta nan tereni nya ren kamma akhembe ande birantahu ampa yom kike faina gatelle kamunga gella gananya yom kisenne ay segene katti kamunga agananya yom kibure kamun su folla kentegnia ayan kana mawrulu ma jahannaba gelim kummen no nga wal iyadu billah الله تعالى نغنو كسني الله جل وعلا كلك ونوبك من دار الى دار وبك دونك حياه الدنيا الدانيه الرخيصه وفاتل حياه الخالده الاخره وفاتل لها رب انت غني وبك دوني وغاتل لها راي كلك نكنيا الله جل وعلا اركلن كري قران النغون ننتي مصيبه يعني kenya na tira gena tere nyenye nya ren kama makalle musibatu almaut ngalika kita na am almaut musibatu ibadallah walakin almusibatu al'adam alghaflata an almaut musiba be kan qora suwa kalle kifeti na mungu na kalle kikane tagu kuni kenya ngota suwa shayabatni hulun wa akhwatuha suru wa annabi ti kundi min qurandi kube ni gadiga munulah rakotana annabi sallallahu alayhi wa sallam كان اكثر استعدادا للموت وكان يقوم بالليل حتى انتفقت قدماه صلى الله عليه وسلم والله يقول في صلى الله عليه وسلم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر وما ذلك كان يقوم الليل ويدعو ربه ويستغفر الله في اليوم اكثر من 100 مره او من 70 مره كما في الاحاديث الوارده الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي الله ينبامغ أجل كيف دبري لنكي أدى قالني كيف دبري خمني ننتي النبي اللون أرجنة حتى النبي بشر أصحابه بالجنة أبو بكر في الجنة عمر في الجنة أرجات إلى حد أشرة تاغو رغباني ولكن أصني كنانا كالك كان يتاغو أصنينا الله جل وعلا الله تعالى دالي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد ما كنت منه تهرب عن الموت جاء الحق جاء الموت وسكرات كاللي سيقال لقينا أنجني ورنو كاللكبي دلنغن اللغا قريقان دنكنغن ننجي خوفان عن الموت إذا حشفت بالجوع تسرع إلى الطعام خوفا عن الموت إذا حششت بالمرض تسرع إلى الطبيب خوفا عن الموت وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد كلم باقر اللقم كونكو ألان تغساقين كيتا أنجين ورنو كالبي أنجين أندنا سبونا دينينا دونا بباتينا كلم باقر سيغا اللقم ألان تغساقين دولينا اللقا نندقا يجينا مغاكرا daqungeni laga nammini namaga kara ngana wutu qalin wutu qalin ndaga wutali nga ininjara khawfan anil maut bilhaqi kallili almaut wa sakarat kana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqulu fi sakarat almaut la ilaha illa allah inna lil maut la sakarat la ilaha illa allah إن للموت لسكرات النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات النبي عليه السلام كان لنجي جوفي جمبي أنت آئسة نيرا من يسفيني جنة أنا سغن لي أغادني لا إله إلا الله إيه تمو بتي كمن سنت الله فال إيه يمكن بك ينقطن يعني إيه يمكن بك ينقطن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حاله في سكرات الموت يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات فما حالي وحالك يا أنت يا عبد الله يا أمة الله إن كلا كلا حالا من كلنا نتمنى خرونكنا الله جل وعلا خرونك كلا كانتاه كان النبي صلى الله عليه وسلم أتي أكثر من ذكر هذه من اللذات قد فنكم ينقبون كيف قدر من لهم فتنا أم بدأ ما نكن غلينجني نغر قسم رفلي كل كرني خبوج ميا أم بدأ يغر قسم كي غلينجني نسون بنت غفلي كل اللي نخافته يا باني باني أم بدأ من جام وقدو من نكينا ورا نكينا بورتونا ورا سلا كل كرني خسوفته يا باني باني أم بدأ لهم نغلينجني هذه من الذات كل كرني خسوبوج ميا باني باني أم بدأ ما كنت عندي تانجني أنا مغبي أكثر من ذكر هذه من الذات قال لك من خفتا انت نغمر من نابور مرانا والله اغمرك اللي سير لا حركوتا ان منكم ما اغنى عني ماليا هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه
ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 زراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله كلمنا ركتنا أنا أبرني أن تقبلني أرين سنفون غرندي أرين بالكوي نكوري تلومون نكوري نكوري تلومون اللمون دمنا ما أغنى عني ماليا نبرين تغفو سسرون إذا جاء الموت وسكراته هلك عني سلطانيا إذا جاء الموت وسكراته عباد الله استعدوا للموت استعدوا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجلكم قرون كنوا أنا كلك كان تاغو عباد الله أنا تنتون كنوا كلنا أري يمكن بك برم يمكن غسر مسوفن توا أغنى بغو تانينا كن لتنكو ينقن في أنا هاري جيما أنا هاري ما غان سيجي ما غان جوفي حتى إذا بلق البلقوم ما غان كن يغرم بولنا خيفاين وأنتم تندرون ونحن أقرب إليه ولكن لا تبصرون قل لنا نقول لسرين أنا فريح وريحان وجنة نعيم قل لنا نقول لبرون أنا أنا يمبدون كوني والعياذ بالله يمكن دبكين همي أما في يمكن بكا نقول سبا مغلن تكسيني أما فابد سكرات لنا موتين همي نقول غم مغلن تكسيني كتا يمكن في بكا كتو نسرين همي تاني نسرين همي ما يمكن غنشك يا غوكو ينتقل دوني كتا ما خد الله تناوغل قرون كون الله قرون كانتاغو قرون خبران كانتاغو وظلمته إن شاء الله سوف نتحدث عن عذاب القبر يوما ما على هذا المنبر بإذن الله كوتا ينوغا قبران قانبران تاغيوغا الحياة البرزقية كم قيرني القبر وظلمته بتينيان قبران نغونا قل لي سيرم بانان كتانيانا كوميندان نوري والسعال وشدة ملايكا نغيرنان ترني تندبري سرالي ينغاريني أنتني كامبلين قنشنغا مغوبي كتانيان قبران نغونا لا هراكو تندسي دنجرا الصراط وذلته وغني سيراتون كما برامبي سرونيا انتين قسنا كما جهنم بني ورودونيا ارجنة نكمونيا بونينيا نوغا دانيلوغا كتو سرو بني قلوني مسرو كنيا فايرنا بونيكي غا يريرنا يمبن نغونا والياذ بالله سيراتونا علينا نانينا نقطو لامونا أميسي نانينا نقطو ياغا ينتي أمباي كنيا كتو قولي سيري ناني نواندني أمغا الله تعالى نغنونيا نو قولي سيري نانو والله سيري بيغنا كلم بينكم نينا قبوني أمي كلم كاني تاغون علي الدقاق أبو علي أتستري بغنا كلم فين كون نغوبوندي أني درو نتي فين يوغي بغنا سيمبل كلنا وغات سن انت يدينا أني ولان كيلو غنا توبي نغوبوندي كاتي الله أني كوراجي موتو الله باتينا وغات سو أني سوندو من لغنا أني تمكو يكيني أني كاريني أو نغان نتانا لفوتانا أمونغو لخم مليانا تاني كروسيني أسوكما الدنيا حلالها حساب وحرامها إقاب دونانغا حلال سكتا الله نانكروسيني يا باني باني أنغا حرامي بكتا الله نانكروسيني يا أنت لا في تجهن بين بين ولي يدو بالله خرون كنو الله تعالى نغويك فنو تين كان لفو إبقى نامونغو لكال لنا آني توبي الليلان ديني سوف أتوب سوف أتوب حتى إذا جاءه الموت أكمن اللامبين كتا اللام باتنا أكمن صندو من تغم غفكا أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيب المصطفى ونبي المجتبى سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم عباد الله لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا اللهم دنغان دومنتي سيرين انت جيكو سيرنانا ننتن لني الله دا النبي من كلك تم النبي ني توقا بدا بدا بيرنتاغونا النبي غريك صلى الله عليه وسلم انك ميت وإنهم ميتون النبي اللي نكرى لا شك ولا ريب وما محمد إلا رسول أرني سهوى أغا كلا قهرني كرى باني 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 النبي جي كرى مغبي أبو بكر جي كرى مغبي عمر جي كرى مغبي عثمان علي أنا جميع صحابة أسوني كن كرى كلية مباني باني أين آباؤنا أفاباني أكسما غصن مني أمامان مني إسوكي لغا مغبي أسوني باتك الله هالا يأي باني 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 كم من صحيح مات من غير إلة وكم من سقيم آشحين من الدهر كم من فتى يسبه ويمسي لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري تزود من الدنيا فإنك لا تدري
Kurunkun Allahu Ta'ala nga. Kallintinu nanti saha nginga watin nginga. Kallintini allaha lasukama. Saha ntumanni mini isigin tonga khinne iga kalla. Watuntumanni mini nunga. Ili sinu manni mibira watteke falle. Kallinti watuntele saha ntetu. Antele mini rekhiri setu. Lungu manni mini nunga direle iga vjinga. Idaga dukini eksida nga ikara. Walmana togole minan kaya huntamunde fillunga. Ade biranta wali dire yengime. Janka kasanke nya faili fini. Wala yadiri. Antetu. Kari anna silifanda mutu dunai. Fa inna khaira zari taqwa. Allan kanne nyani silifanda nifosire. Unkunu Allahu ta'ala na janda wa ala ibadallah. Ibadallah. Tafakkaru fil maut. وفي أهواله وفي القبر وظلمته فبالله عليك يا أخي في الله هل تفكرت يوما وأنت تخرج في الصباح أنك لن ترجع إلى بيتك مرة ثانية هل تفكرت أن هذا اليوم هو آخر يومك هو آخر يوم لك في الدنيا هل تفكرت عباد الله هل إذا أتاك الموت في هذا اليوم أنت راض عن نفسك هل أنت تكون راض عن نفسك أو راد أن أملك الذي تقابل ربك به هل تخيلت عباد الله هل تخيلت أن حالك إذا جاء عليك الموت تستطيع أن تقابل الله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين جل وعلا ويقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهار سبحانه وتعالى جل في علاه فيا أخي الكريم أنت حي الآن فاغتنم فرصة العمل الصالح قبل انقضاء العجل فوالله لن ينفعك أن تقول ربي ارجعوني لألي أعمل صالحا فيما تركت كلا فلا تغفل أيها الغالي عن الموت فإنه ليس له مكان معين ولا زمن معين ولا سبب معين ولا أمر معين يأتيكم بغتة وأنتم لا تشعرون يقول المولى جل وعلا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون اللكم قرنكم ألا قرنك كل كان تابو kallebega fofo suwa nyamana kallebega fofo suwa yillandini andu musimmere ko taba nantingala hala be den kingala bogunkanga misagene katinka garantie ko ma nantinke mena girmin barken na salliti gai garantie te sero sumaga garantie am bana tanko ta legere nyani lenki laydun tanda nan tangi khummene walla wama tadri nafsun madha taksibu gada wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut أنت تكلك غنيني نقبه كل وقت درانتي نقو درانتي دم درانتي وي درانتي ككل قرنا ككل يا كانتاو أنك نغال هالا بلنك بالله عليك أن يدمنا أن يمكن نمبغنا الله قوم دينا نتوكي لهالا إبا قلو بأني دبرنا أني مدمنا تنغان قلو كرا يمكن نابغو كنبا نابوري بأنغا كبامي أنو ينتنغ نابوري كلا لا ينكسيني خمبني با باني ينكتان كسيني ام باي برانتاغ نغونيا فاغتاني من ليل عمل صالح فرصة ان نقول لي سيرين دبري ساري كاللين غاريني كتنغا وسكراتو ساري كاللين دي سكران غاريني كتنغا يقول المولى جل وعلا قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم قل ورنو كاللكبي ارني كتي غسويا باني باني بل ملاقيكم قد الله قمديا انغنا ورو اند كاللين دي نمي قمديا قل مماران كنتنا كاللين افاي فاس انفاس أنا رانيون كلها سرين أنت ورمو لا فرار عن الموت أبدا وأنت تعلم أن للموت لا أمر معين سين دوران تكلم استعدوا عباد الله أكثروا من ذكر هذه اللذات استعدوا للموت عباد الله استعدوا للموت قرنا كلن كان تاغو كلن لنا وغت انتي كلن لنا أنت سرني ننتنقم بأنني لا والله ننتنقم بأنني لا والله كلن لني كتغا كنني قل إن الموت الذي تفرون منه قد أورنك لك بغتل دوكني ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة أفلنا لك غسلين الله تعالى جمعنا ألا ماري خطرني غير فوفو سلبري فينبئكم بما كنتم تعملون غير قول سلبري دون الله نرغى كرسا سكما إن الله سريع الحساب
اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم هون علينا الموت وسكراته، اللهم هون علينا الموت وسكراته، والقبر وظلمته، والسؤال وشدته، والصراط وذلته، يا ارحم الراحمين، اللهم ارحم بنا، اللهم الطف بنا يا الله، يا ارحم الراحمين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانه، إنك أنت تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اعف عنهم، اللهم اعف عنهم، اللهم اكرم نزلهم، اللهم اوصي مدخلهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم جزيهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات أفوا وغفرانا. اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا صلاتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم وفقنا للتوبة الصادقة النصوحة يا الله يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.